صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة الجمعة 18 نوفمبر 2022، اليوم 9 من الشهر المبارك. أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في هذا اليوم من سنة 325 ميلاديا اجتمع الآباء 318 بمدينة نيقيا في عهد ملك قسطنطين الملك البار، وكان منهم رؤساء الأربع كراسي وهم الأنبا ألكسندروس 19، وقد صحب معه أثناسيوس رئيس شمست وسكرتيره الخاص أو أستاسيوس أسقف أنطاكيا ومكاريوس أسقف أورشليم، أما سيلفسترس أسقف روميا فأنه لكبر سنه لم يحضر، وأرسل اثنين من الكهنة نيابة عنه. وكان سبب اجتماع المجمع هو محاكمة أريوس الذي كان قصا بالأسكندرية وجدف على ابن الله الآب الروح القدس يسوع المسيح الرب يسوع المسيح، قائلا أنه لم يكن مساويا لله به في الجوار، وأنه كان هناك وقت لم يكن فيه الابن. فاستقر رأي رؤساء الكنيسة على عقد المجمع، وكان بين هؤلاء الآباء القديسين من هو في منزلة الرسل القادر على إقامة الموتى وإبرام الأسقام وعمل الآيات العظام، وفيها هم من عذب في سبيل الإيمان، ومنهم من سلمت عيناه أو قطعت يداه ورجلاه أو قلعت أضراسه أو كسرت أسنانه أو نزعت أظافره أو كسرت أضلاعه، وكان من بينهم القديس المجاهد بيفنتيوس أسقف الصعيد الذي تعذب كثيرا أيام دقلديانوس، إذ قلعوا عينه اليمنى وحرقوا لحم ساقه اليسرى وربطوا بالسلاسل وأخذوا إلى مقاطع الرخام، ولذلك دعي بالشهيد في الكهنة، وكان شيخا قديسا محبوبا من الله والناس، وقد أجرى على يديه معجزات كثيرة حدثت بتوسلات وصلاح دعوات. ولما اجتمع الآباء جلسوا على الكراسي المعدة لهم، ثم جاء الملك البار قسطنطين وسلم عليهم مبتديا بالقديس بيفنتيوس الأسقف، إذ احترمه احتراما عظيما حتى أنه قبل بإكرام أثار جراحه، ثم وضع أمامهم قضيب الملك وسيفه قائلا لهم: إن لكم هذا اليوم سلطان الكهنوت المملكة لا تحل وتربط كما قال السيد، فمن أردتم نفيه أو إبقاءه فكم لكم ذلك؟ وحدث أن كثيرين من الذين أنار الروح القدس عقلهم كانوا يعدون المجتمعين، فيجدونهم 319 كمرة، إذا أعدوا الكراسي المنظورة يجدونها 310، وذلك إتماما لقول السيد المسيح، لأنه حيث مجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. واستحضره أريس وطلب منه إقراره بالإيمان، فجدف وقال: كان الآب حيث لم يكن الابن، فلما فهموا ضلال ولم يرجع الرأي وحرموه هو من يشارك رأيه واعتقاده، ثم وضعوا دستور